أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس تدرس آلية قانونية لمحاكمة إرهابي داعش الأجانب المعتقلين لدى الإدارة الذاتية بسوريا. وأوضح لودريان في حديث لصحيفة لوبريزيان أنه تتم دراسة إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة قد تستوحى من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل في كوسوفو أو القارة الأفريقية. ورفض الوزير الفرنسي أي مقارنة مع محكمة نورنبرغ التي حاكمت المسؤولين النازيين بعد عام 1945 مبينا أنها مقارنة ثقيلة المعاني تاريخيا. كما أكد لودريان استعداد بلاده لإعادة أبناء قتلى داعش الفرنسيين، وذلك بحسب لودريان بعد إعادة 5 إلى فرنسا في مارس الماضي. يشار إلى أن فرنسا تعارض عودة عناصر داعش والرجال والنساء وترى بأنه يجب أن تتم محاكمتهم في المناطق التي ارتكبوا فيها جرائمهم وفق تعبير وزير خارجيتها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل حسين عمر كاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا، وأيضا سينضم إلينا من الشمال السوري عبد حامد المهباش الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. الضيوف الكرام أهلا وسهلا بكم على شاشة اليوم. لو بدأت مع عندك أستاذ حسين، برأيكم لأي سبب بالتحديد ترفض فرنسا استعادة رعاياها رغم أن كل المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي يسمح لهؤلاء بالعودة مجددا إلى فرنسا بغض النظر عن المخاوف الأمنية والسياسية؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. الحقيقة يعني بالنظر إلى القوانين الأوروبية أو قوانين الدول الأوروبية، قوانين الجنائية كانت أو حتى القوانين المدنية، هناك إجراءات صعبة وإجراءات طويلة تتخذ بخصوص من ارتكب جرائم خارج تلك الدول. لهذا ليست فرنسا لوحدها وإنما كل الدول الأوروبية، كل الدول الأوروبية لا تريد استعادة مواطنيها الذين ارتكبوا جرائم خارج حدودها كي لا تقوم بإجراءات معقدة، وكذلك كأن الحكم عليهم سيتم حتى لو استعادوا تلك العناصر الإرهابية المجرمة وكان لهم وهناك إثباتات عليهم بأنهم قتلة وذباحين، وبالرغم من ذلك القوانين الأوروبية لن تحكمهم على ذلك الجرم الذي ارتكبوه خارج حدود تلك الدول وإنما داخل حدود تلك الدول إلا إذا كان هناك قرار سياسي بذلك. مثلا هناك عدة حالات للدواعش الذين عادوا إلى بلجيكا، وأعرف وتابعت أحد المحاكمات كان يقاتل في العراق ومن ثم بسوريا، ويعني بقي أكثر من سنتين ونصف في تلك المناطق مع داعش، لكنه بالنهاية حكم عليه سنة ونصف في بلجيكا لأن القوانين البلجيكية لم تحاكمه على أساس ارتكابه للجرم هناك وإنما بسبب التحاقه بمنظمة إرهابية، وهذه جرمها أو حكمها قليل جدا، لا أكثر من سنتين أو على أكثر تقدير هو 3 سنوات. لهذا محاكمتهم وإنشاء محاكمة دولية يعني داخل أراضي شمال شرق سوريا وحتى في دولة شرق أوسطية سيكون أكثر صرامة وأكثر عدالة باعتقادي إذا تم استعادتهم ومحاكمتهم داخل الدول الأوروبية. طيب، يعني بعد رفض فرنسي وحتى أوروبي لهذه الدول من قبل الإدارة الذاتية لاستعادة مواطنيهم الدواعش المتقلين لدى الإدارة الذاتية، اليوم وزير الخارجية الفرنسي أو بالأمس عفوا تكلم عن بحثهم لآلية قانونية لمحاكمة هؤلاء، برأيكم ما الذي استجد؟ لا لم يستجد أي شيء، وإنما هو يعني طرح فكرة ولم يأتي على ذكر طرح فكرة يعني الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية طرحت منذ أكثر من شهر مسألة تشكيل محكمة دولية ومحاكمتهم هناك ومساعدة الإدارة في بناء السجون والمحاكم وإلى آخره لمحاكمة تلك العناصر الإجرامية الموجودة والتي تزيد عددها كما تعرفون أكثر من 1000 شخص من الدول الأوروبية على أقل التقدير. ولكن هنا تم سؤال الوزير عن
ماذا سيكون مصير مواطنيهم من الدواعش من الإرهابيين؟ أجاب بأننا نقترح هكذا حل، وهو اقتراح فرنسا عادة تقترح ولا تنفذ، يجب معرفة ذلك. فرنسا هي صاحبة الأقوال لا صاحبة الأفعال، هذه عادة فرنسا منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن وفي كل مناطق العالم. فرنسا ليست صاحبة قرار في هذا لأنها تتبع لأمريكا، إذا أخذت القرار، إذا أصرت أمريكا على إنشاء آلية لمحاكمة تلك الدواعش في شمال شرق سوريا أو في سوريا أو في العراق أو حتى في دولة أوروبية فإن فرنسا ستتجاوب. لكن الطرح الفرنسي باعتقادي هو طرح للإعلام ليس إلا، لأن فرنسا نفسها لن تبحث بعد طرح وزير الخارجية عن أي آلية. طيب على أي شكل ستكون في حال إقرارها برأيكم؟ يعني يبدو أن تجربة كوسوفو في ذلك ليس محاكمة التي تمت لعناصر الصربيين الذين ارتكبوا مجازر في كوسوفو ستكون مناسبة باعتقادي لمحاكمة هؤلاء، بالرغم أنها ستكون قليلة بالنسبة لفظاعة الجرائم التي ارتكبها دواعش عناصر الدواعش أو المواطنين الأجانب المواطنين الأوروبيين الذين ارتكبوا الجرائم وارتكبوا الفظاعة ضد الشعب السوري وضد الشعب العراقي وضد شعوب المنطقة ككل. لذلك أعتقد بأن الآلية المناسبة الآلية المثلى لهذا الشيء هو إنشاء محكمة دولية، تشكيل محكمة دولية من قضاة نزيهين من قضاة من مختلف دول العالم، تكون بينهم قضاة من شمال شرق سوريا يقومون بمحاكمة هؤلاء محاكمة عادلة لأن أغلبيتهم يستحق حكم المؤبد، لا أقول أعدام لأن شمال شرق سوريا ليس فيها قوانين أعدام. لهذا أعتقد بأن الآلية المثلى هو ذلك. لكن أعود وأكرر، طرح وزير خارجية الفرنسي هو طرح إعلامي ليس إلا، وهو نفسه لن يكرر هذا الطرح مرة أخرى. طيب أستاذ حسين، يعني فقط الأطفال أطفال عناصر تنظيم داعش المتقنين لدى الإدارة الذاتية، بعض التقارير تتكلم عن 8000 طفل. طب في حال لم تستجب الدول المعنية، إلى أي درجة ذلك يشكل أعباء على هذه الإدارة برأيكم؟ هي أعباء كبيرة صراحة، أعباء يعني إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ستكلف كثيرا، ستكلف من الوقت و يعني الجهد وكذلك من المصاريف التي يعني مصاريف ضخمة. تريد 8000 طفل ليس بقليل، لكن أعتقد إذا أعمارهم تحت 12 عاما فإن الدول الأوروبية كلها في يعني المستقبل، إن لا أقول غدا أو بعد غد ولكن في المستقبل القريب أعتقد أنهم سيحاولون استرجاع الأطفال، لأن الدول الأوروبية بحاجة إلى اليد العاملة، وهؤلاء إذا تم إعادة تأهيلهم فسيكونون مواطنين داخل، وهم مواطنين أصلا لتلك الدول، للدول الأوروبية يمكنهم العمل ويعني الدخول في سوق الإنتاج الأوروبية، وهذا ما تريده أوروبا. هل تمتلك الإدارة الذاتية أي أوراق ضغط لإعادة هؤلاء لدولهم المعنية؟ يعني هناك شكوك في ذلك. الإدارة الذاتية لا تمتلك باعتقادي ضغوط، وإنما تمتلك الحالة الإنسانية، تمتلك يعني الجهد الذي بذلته في سبيل الحفاظ على هؤلاء الأطفال. يعني كان بإمكان قوات سوريا الديمقراطية أو حتى قوات التابعة للإدارة الذاتية أن تقضي على أولئك الأطفال، لكنهم حافظوا عليهم وحافظوا على أرواح يعني إنسانية هؤلاء، ضحايا لآبائهم وضحايا لأمهاتهم، ضحايا للمنظمة الإرهابية الوحشية. لذلك أعتقد بأن الإدارة من الممكن من هذا المنطلق أن تتفاوض مع الدول الأوروبية، وكازاخستان يبدو أنها المثال المثلى في ذلك، فقد يعني استلمت أكثر من 100 من الأطفال وحتى مقاتلين أو من النساء داخل
السجون أو داخل المخيمات الإدارة الذاتية، استلمته من الإدارة الذاتية. وهذا ما يجب أن تفعله الدول الأوروبية، على الإدارة الأصرار في هذا الأمر. ليس لدى الإدارة إلا الأصرار في هذا الأمر، أما الضغوط أو يعني وسيلة ضغط لا أعتقد أن الإدارة تملك ذلك. هل لديكم أي معلومات عن أي التواصلات تجري ما بين قسد والدول الأوروبية بخصوص أطفال عناصر داعش أستاذ حسين؟ أنا حقيقة لا أملك معلومات، ولكن هناك بعض التسريبات، يعني بعض التسريبات تقول بأن الإدارة وكذلك مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية لديهم اتصالات مع الدول المعنية بخصوص الدواعش جميعا وليس أطفالهم فقط، وهذا ما لم تسمر حتى الآن إلا بنتائج قليلة. يعني نتائج دولة أخذت 5 أطفال ودولة أخرى أخذت 2، ويعني كازاخستان هي الأكثر التي استلمت، ولكن ليس هناك بوادر حالية بأن الدول مستعدة لتسليم مواطنيها أو لاستلام مواطنيها بالوقت الحالي، إلا إذا أخذنا بالاعتبار كما قلت سابقا الأطفال. يمكن للدول الأوروبية أن بعد أن تتواصل وبعد أن تستقصي تلك هؤلاء الأطفال ويعني تبحث عن جذورهم، أمهاتهم، آبائهم، من الممكن أن تستلمهم الدول الأوروبية وتضعهم في مآتم، يعني ميتم لإعادة تأهيلهم، وكما قلت يعني إعادة تأهيلهم لسوق العمل الأوروبية. وغير ذلك لا أعتقد أن هناك أي بوادر لحلحلة هذا الموضوع في القريب العاجل. في نهاية المطاف أستاذ حسين، كونكم متواجدون في أوروبا، يعني هل لديك بحسب اطلاعكم هل هناك توجد أي إمكانية لإعادة دمج هؤلاء سواء الأطفال أو حتى العناصر التنظيم إلى المجتمع، إعادة تأهيلهم اجتماعيا من جديد، أم أن هذا الأمر مستحيل؟ لا، يعني الأطفال يمكن، الأطفال من الممكن أن يتم إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، لكن العناصر البالغة هذا أمر مستحيل. هناك بعض حالات في بلجيكا، العناصر التي دخلت السجون بعد 1.5 سنة خرجت وهي متشددة أكثر من البداية بكثير. لهذا أعتقد أن الدول الأوروبية أحد المخاوف التي تتراودها باستلام المواطنين وهذه النقطة، يعني حتى لو حاكمتهم وبقيوا 1.5 سنة أو 2 سنين أو 3 داخل السجون وبعد ذلك سيخرجون دواعش حرين ولديهم يعني دواعش لديهم حرية القانون وحرية الحركة أكثر. لهذا يعني أعتقد بأن الوضع صعب جدا لتأهيل أولئك، إلا إذا بادر شخص من نفسه وعرف خطأه وذنبه وغير نفسه، إلا أن يعني الإمكانات الأوروبية أو الإمكانات داخل الإصلاحيات بأوروبا أو حتى داخل المؤسسات الأوروبية وليست الأوروبية، بكل دول العالم لا يمكن أحد أن يغير البالغ أو يغير فكره وقناعاته وإيديولوجيته، وسيبقى كما هو إرهابيا متزمتا حتى الموت باعتقادي. طيب، أنا أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات، ضيفي من بروكسل حسين عمر، كاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا. ومشاهدينا الكرام، كان من المفترض أيضا أن ينضم إلينا في هذا المحور الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، ولكن بالنظر إلى ظروف لم نتمكن من التواصل معه. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.